تسجيلات حرز الله هي الأفضل لعشاق النغم والفن الأصيل. تسجيلات حرز الله أفضل دليل. ستار ساوند. طيب صار فينا نقول يا حبايبنا من بعد الصلاة على النبي وصلاة النبي زي ما عودناكم دائما على كل من صلى النبي. ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا بكل ضيوف اللي لفوا علينا بهالليلة السعيدة بفرح حبيبنا الغالي أحلى فنان أيمن السراوي. بنقول بهالليلة السعيدة من بعد الصلاة على النبي باسم آلي الزبدية باسم حبيبنا والد عريسنا الغالي أبو أيمن باسم أحلى الأرسان وأحلى فنان أيمن السبعاوي. نسمع له زقفة يا عمي. وين زقفة الأيمن؟ أشقاء العريس لأمين ومحمد. وطبعا بنهني الأخوان العريس قالوا من زمان مش من اليوم ثلثين الولد لخاله. بنهني آلي السيد وبنهني النسائب لآلي أبو سنيني بالذات العاكبة عند ولادهم صلاة النبي. وطبعا ما بنسى الطواقم اللي معنا الليلة وما بنسى أرحب وأحيي فرقتي الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد الفارس والعازف الجيتارة أحمد الزعنون وملك الدرمز هنودي الداود وملك الطارة يا عبود الدولي. وما بنسى أحلى ضابط إيقاع فراس الكيلاني. ويا ربي نتأمل نعيش معاكم سهرة طيبة وحلوة وسعيدة برحاب أحلى فنان أيمن السبعاوي. أنا أخوكم صغير إذا بتقبلوني أخو لكم مجد أبو غربية. يا ربي بهالليلة السعيدة ما نكسر مع ضيوفنا الكرام. خلينا نسمع كلمة من حبيبنا الفنان أيمن وبعديها بنمول كم من موال على الهدى وأحلى استقبال. الله يمسيكم بالخير حبايبنا. اهلا وسهلا بالضيوف الكرام. اتشرفنا في الناس الطيبه والبلد الحبيب الشمال والجنوب والشرق والغرب. اهلا وسهلا بالعمام بالاخوال. اهلا وسهلا بالنسايب. اهلا وسهلا بالجيران بالقرايب شمال جنين نابلس طول كرم مريحه. حبايبنا باسمي ايمن بدنا الشباب يفضلنا المدخل لانه الناس رايحه جايه. حبايبنا وسعونا الميدان اللي واقفين على الدير ناس يقعد على الارض يا شباب. المحمود ابو عطوان يقعد على الارض يا شباب. خلي الناس اللي وراك تشوف. اهلا وسهلا بكل الضيوف الكرام. اهلا وسهلا بيهم مع الفنان حبيب قلبي العظيم مجد ابو غربيه اخوي. واعطيها خليها الليل نار. الكراسي لازم تكسر شباب. انا زي ما بقول دائما التالي للغالي وعريسنا الليل صلاه النبي احلى الورسان غالي. بدنا همتكم همتكم ها بعد مشيئه المولى همتكم معنا احلى سهره الليله. يا ريت تجهزوا لنا عريسنا الغالي ايمن على البوابه كل ضيوف الشباب اللي على الكراسي الحبايب اصحاب الكرايب المخاتير زي ما بقول دائما بهمني يستريحوا الشباب جيري ما بث جيري. تلا عريسنا الغالي على البوابه كم من موال على الهدى وباديها ان شاء الله احلى استقبال. قول يا رب. وللأردن لعمان ولإربد اللي حيوا العريس كل ضيوف من ممشاهم لملفاهم باسمك يا سبعاوي مرحبا. كل التحيات لحبيبنا واخونا محمد التاي بحيهم. صلاة النبي صلاة النبي. مرحب 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 لكل ضيوف. والله بقلبي بقلبي شاعر الفرحات هلي هدولي قهوة الصمرة تهلي والله بقلبي يا أبو أيمن أنا شاعر الفرحة تهلي والله وهدولي يا ابن السبعاوي
اي قهوتي الصمرا تهلي انا واهلي الظهري ورجاله تهلي بليلي جامع شيب وشباب والاحلى مهندس الصوت يا ريتشارد تحيه كبيره الفرح ديوان الفرح يا واسع يا مرحب يعني واسع كل الناس الأكبرية مرحب لكل ضيوف قل ديوان الفرح يا واسع يا مرحب أبو أيمن نادى الضيوف يا مرحب والله وبقدر ما بحون اتنا بقدر ما بحون اتنا يمر حابل صلي على النبي بشوف الضياب اهلا وسهلا بجميع ضيوفنا اهلا وسهلا مرحبا لكل الضيوف صلاة النبي إذا بوعد إذا بوعد ولا مرة بخلي إذا بوعد يا أبو أيمن ولا مرة بخلي ولا بشرب إلى كاس له خلي أحلى ريس ولك أمارة الله يخلي هالوجه الصبوح يا ايمن والله وعمام العريس ورجاله يا ابن الجعبري والله شهدوا لي بخلي الاسود بوكرها ترعد ذي اوا اللي بحب صلاة النبي والعريس ايمن يعطي سقف يا عمها ايوه يابا احلى تحية للشيخ عيسى ارجوب على راسي والله على راسي حيهم حيهم من ممشاهم لما الفاهم كله غالي علينا الليلة احلى اياد يا نمورة وجماعته وحبايبه مرحب لكل الحبايب ملك يا احمد يا فارس ملك والله وابن السبعة ويا ناس على بيته عزمنا يا بيا 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 حبيبي والله وابن السبعة ويا ناس على بيته عزمنا وجينا بكل قوتنا وعزمنا قل رياح الشوك يا ابن السبعة رياح الشوك يا ابو ايمن بتنادي عزمنا مدال في الحبايب على الرحاوة يا مرحبا ويا مرحبا بضيوفنا يا مرحبا ويا وين السقف اللي هون اللي هون ايوه يابا الله يرضى عليك يا أفكاري يا أفكاري شعر موزون ألفي يا أفكاري يا أفكاري شعر موزون ألفي أو يا ضيف الفرح عند ابن السبعاوي الليل الفي
البطل انا جاي يا ميدان العز انا جاي يا ابو ايمن اي ميدان العز الف رجال معودين على الاداب عريسنا الغالي معاي 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 يا ايمن معاي اللي بحب صلاة النبي وعيسى وموسى وداود واسحاق وزكريا ويعقوب كله على البوابة يا با كله على البوابة مع ايمن يلا يا حبايبي الشباب همتكم معنا احلى سهرة الليلة اللي على الكراسي جيري الله والنبي ما بهنا جيري كله ترى العريس احنا ما بنبلش الا وهمتكم عالية يا با سايق عليهم الله والنبي الشباب الحبايب الكرايب اصحاب التالي للغالي يابا التالي للغالي صلاة النبي هذه لمة زعامي يا ايمن هذه لمة زعامي بالقدر ها بالقدر ناديت ناديت يا غايب تصلي وانا اتمنيت محبوبي يصلي ناديت ناديت يا غايب تصلي وانا اتمنيت يا عالم محبوبي يصلي أيهو والله كل يا عرب والله كل يا عالم ايمن باقصانا يصلي ثواب وثواب عشرة بالبداوات كله على البوابة يا حبايبي بعدين بتصور بعدين بتصور روح على البوابة يا بكل يا رب هذا ايمن يا عمي هذا ايمن كله تلال عريس يا با ولا عنكم يا ابن الظاهري عنكم يا ابو ايمن ولا مرة علينا والله عنكم يا ابو ايمن ما مر علينا ابنكم يوقظ الصاحب وعينا انا بقول مدام بهالجسم مدام بهالجسم يا عمي قلبا وعينا ما بنسى قدسنا فيها عراوات الأقصى إلنا والبلاد بلادنا زعفي 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 شباب واللي هناك يابا واللي هناك لا تهيئ الأقصى صلاة النبي ويهيئي لا تهيئ يلا طوالي أمانة الله العريس على البوابة بدنا همتكم ها عريس الزين يا ايمن يا بي محلى بدلته والله وبمال الكون بمال الكون ما ظني بدلته ابن السبعاوي هل عامل القهوي بدلته برحب بالمشايخ والشباب